انتهت بنجاح أعمال الجولة الترويجية التي قام بها الوفد الاقتصادي البحريني بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك برئاسة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة. أنهى اليوم الوفد البحريني الاقتصادي أعمال جولته الترويجية للاقتصاد البحريني والتي استمرت لمدة 9 أيام، حيث قام الوفد البحريني بزيارة مدينة شنجن وهانغتشو وشيجيا شوانغ والعاصمة الصينية بكين. وشملت الجولة الترويجية المشاركة في أعمال منتدى التكنولوجيا المتقدمة 2018 الذي يحضره كبار المسؤولين وخبراء التكنولوجيا، كما تم توقيع اتفاقية التفاهم والتعاون والصداقة بين محافظة العاصمة البحرينية ومدينة هانغتشو بهدف تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة بين البلدين. أشكر مجلس التنمية الاقتصادي وعلى والرئيس التنفيذي خالد الرميحي، فعلا كانت جولة مهمة روجت للبحرين، فيها توقيع مع مدن مهمة. احنا وقعنا مع مدينة شنجن وايضا جددنا اللقاء مع شنجن، والتقينا مع محافظ مقاطعة خيبي. ومن خلال هذه الزيارات كما تعلمون أن العلاقات بين المدن تسهل التجارة البينية بينها كثيرا، وأن احنا الآن وضعنا البنية التحتية وبإذن الله يكون هناك استثمارات مشتركة. وشملت الجولة الترويجية استضافة 3 منتديات اقتصادية حضرها العديد من المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين والشركات الصينية بهدف التعريف بالاقتصاد البحريني. ومن خلالها قام الوفد البحريني بتوقيع 11 اتفاقية تفاهم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الصينية. وقعنا 14 مذكرة تفاهم، وقعنا يعني اتفاقية مع مدينة هانغجو، يعني مذكرة تفاهم بين مدينة المنامة ومدينة هانغجو. هاي تفتح لنا اتفاقية مع ثاني مدينة في الصين. نتوقع ان احنا نزيد عدد الشركات الصينية في خلال السنوات الجاية. احنا من 2013 الى 2018 نمت عدد الشركات الصينية من 60 شركة الى 600 شركة، من 30 مليون الاستثمار المباشر الى 300 مليون خلال ال5 سنوات السابقة. احنا املنا ان نضاعف هذه المبالغ في السنوات القادمة، وهالزيارة تساعدنا على استهداف مدن معينة وشرح مميزات المملكة واستهداف أيضا شركات معينة. فإحنا أملنا أن مثل هذه الجولات تعطينا الفرصة أن إحنا ننمي العلاقة مع ثاني أكبر اقتصاد موجود في العالم الآن. تعمل شركتنا في مجال التكنولوجيا المالية المتطورة، وجدنا أن البحرين تقدم بيئة تجربية اختبارية لخدمات التكنولوجيا المالية، حيث يمكن لنا أن نجري الاختبار الكامل لمشروعنا في البداية، ثم نستطيع أن ندفع تطور هذا المشروع حتى يتم طرحه تجاريا. تعتبر مملكة البحرين المركز الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، لذا أعتقد أنها ستساعدنا على نشر مشروعنا كله في أنحاء العالم في المستقبل. وحضر مع الوفد الاقتصادي ممثلون عن القطاع الخاص بمشاركة غرفة صناعة وتجارة البحرين، حيث قامت الغرفة بتوقيع 3 اتفاقيات تعاون مع مؤسسات اقتصادية صينية تهدف إلى التعاون التجاري والترويج للفرص الاستثمارية بين الجانبين. طبعا التقييم بلا شك أفضل بكثير من توقعاتنا. احنا يمكن بالنسبة للغرفة تجارة صناعة البحرين، يمكن هذا بالنسبة لنا أول مشاركة تصير من نوعها، وهذا الشيء كان يعني وايد وايد هام جدا. طبعا كان في بعض المدن كان سعة رئيس الغرفة كان موجود هو مع النائب الأول، وهذا كان يعطي ثقل لوجود الغرفة للتواصل. فيعني بكل أمانة التوقعات اللي احنا شفناها وايد أعلى من ما عددنا لها، فإن شاء الله يكون في تجاوب. المرحلة القادمة يمكن أهم اليوم هي فترة التعارف، لكن ما بعد التعارف هو فعلا إمكانية خلق فرص. تركز أعمال مؤسستنا على تنمية التبادلات التجارية بين مقاطعة تشانغ والدول الأخرى،
ومن خلال توقيع اتفاقية التفاهم مع البحرين نسعى لتعزيز الزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية من كلا الجانبين، ودعم التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة وتطوير المشاريع الاستثمارية للبلدين. فعلى سبيل المثال، إذا تريد مؤسسة بحرينية الاستثمار في تشانغ سيتم دعمها حكوميا وشعبيا، وكذلك ستقوم البحرين بتقديم المساعدة للشركات الصينية لتسهيل استثماراتها، فعلى الجانبين أن يعززا التعاون في هذا المجال. يشار إلى أن هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يزور فيها وفد بحريني اقتصادي رفيع المستوى الصين، وذلك تحقيقاً لأهداف مجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات إلى المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق فرص عمل نوعية في السوق المحلية.